أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة. موضوعنا لهذه الليلة سيكون حول التنصير في القارة السوداء في إفريقيا. فبعد أن كان الإسلام دين الغالبية والغالبية العظمى في تلك القارة، أصبح الآن لا يزيد عدد المسلمين فيها عن الثلث. هذا طبعا وضعنا في الاعتبار أن جزءا كبيرا منهم هم من العرب المسلمين. بلا شك كان لحملات التبشير والتنصير دور كبير في هذه النقلة النوعية في الوضع الديموغرافي للمسلمين في القارة. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف اليوم رجلا خبيرا في موضوع التبشير والتنصير في إفريقيا، وإن كان تركيزه على التنصير في المقام الأول، الشيخ أحمد القطعاني، مدير منارة الصحابة للعلوم الشرعية في ليبيا، وهو معهد متخصص في تخريج الأئمة والدعاة. شيخ أحمد، أهلا بك في الشريعة والحياة. مرحبا. الحقيقة هذه الكلمة أقل بكثير مما يجب، وكما قلنا في أول كلام، من حق كل أحد أن يدعو لدينه وهو ما يسمى التبشير. أما التنصير فليس من حق أحد أن يخرج المسلمين عن دينهم. وحضرتك تطلب الشواهد، والشواهد تخرج عن الحصر. الإسلام كان يشكل كما أسلفتم دين أفريقيا الأساسي، وهناك 30 لغة إفريقية كانت تكتب بالخط العربي. انخفض عدد المسلمين في أفريقيا إلى 316 مليون. 316 مليون هذه نصفها من العرب في الشمال الأفريقي. إذن أفريقيا التي نتحدث عنها وهي غير العربية، عدد المسلمين فيها الآن لا يتجاوز 150 مليون نسمة. وإذا ما علمنا أن تعداد أفريقيا مليار نسمة، رأينا أنها نسبة أقل بكثير بكثير عما كانت عليه في أوائل هذا القرن. بالمقابل ارتفع عدد الكاثوليك من 1 مليون في عام 1902 إلى 329,882,000. ولنقرب الرقم سنقول 330 مليون نسمة في عام 2000 الآن. أما كيف حدث ذلك؟ ففي أفريقيا الآن 1.5 مليون كنيسة. عدد أعضاء هذه الكنائس 46 مليون نسمة. في كل ساعة يتحول إلى النصرانية 667 مسلم. في كل يوم 16,000. في كل عام 6 مليون. هذه الأعداد الضخمة الكبيرة جدا. لا بس اسمح لي للإيضاح، يعني نعم. الذين 6 مليون يتحولون من الإسلام إلى النصرانية ولا من الأديان ومن الإسلام والأديان الأخرى؟ عظيم عظيم عظيم. الأديان الأخرى ليست موضوعة على لائحة التنصير، وإنما موضوعة على لائحة التبشير. والأديان الأخرى في أفريقيا هي الوثنية. لا يوجد في أفريقيا إلا الإسلام أو المسيحية أو الوثنية. لا يوجد كما يوجد في آسيا مثلا البوذية زرتشتية. لا يوجد في أفريقيا هذه الثلاث. وإذا ما تحدثنا عن التنصير فلا وجود لأي دين آخر سماوي إلا الإسلام. أما الأخرى فهي وثنية، يعبدون الحيوانات والكواكب وما شابه. إذن 6 مليون مسلم في العام. في كل عام. في 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 الدول الأفريقية خلال هذا القرن. Probably the only place in the world where they're coming so quickly. Many people are having dreams. They see Jesus appear to them. Probably half our pastors were leaders, imams in Muslim. In mosques, they were leaders in these mosques. Now they're pastors.